الحادث المفجع الذي أودى بحياة رجل ما من حرس إنه يوم أسود في سجل عائلة غالية. إنه الشاب الوطني الناصح الذي كان محبا للجماهير والذي أحبته الجماهير. إنه يوم حزين للبنان ولعائلة غالية. شاب في مقبل العمر يذهب. إن هذا الحادث الأليم لم يحدث لرجل غالي فحسب. بل هو غياب الدخول للعالم. إنه يوم حزين للبنان ولعائلة غالية. ابني هيا ابني كيف تعرفوه سهران وشربان تتركوه يطلع لوحده بالسيارة ما حدا بيطلع معه كيف بتضيعوه كيف مش انتو شو شغلتكن انتو شو شغلتكن يا الله ابني ابني يا زعيلة يا اللي انت ربيتي حيدك راح كيف هو بيروح وانتو بعدكن واقفين قدامي شو شغلتكن انتو شو شغلتكن بالشغلتكن تعلموا بعدكن ابني يا زعيلة غالي بعد جيبه بعتنا جيب الجثة يا بيك قلت لك بعد جيبه من الشام حاضر يا بيك لازلنا معكم مشاهدينا وكما رأيتم في الحادث مروى وقد علمنا أنه لا يوجد أحد في السيارة سوى رغيد الغانم ابن الوزير السابق غانم الغانم وحتى الساعة لم ترد أي معلومات دقيقة حول حالته الصحية بكل أسف ننقل إليكم مشاهدينا خبر وفاة رغيد غانم الغانم الشاب زاد 33 ربيعا من العمر الشاب الذي فارق الحياة اليوم بسبب حادث سير مروى حتى الساعة لا زالت أسباب الحادث مجهولة فهل هو اغتيال؟ نتقدم بالتعازي لجميع أهل الفقيد وبيت الغانم لا شك إنها مأساة أصابت العائلة هذا الصباح ولا زالت الأسباب مجهولة حتى الساعة فهل هو اغتيال؟ معكم مباشرة على الهواء من قصر الغانم مآل غانم مثل ما ملاحظين مشاهدينا بلشت الوفود تتقاطر لتقديم واجب العزاء يعني من بعد هالمصيبة الكبيرة اللي ألمت بالعائلة أكيد أجواء من الحزن الشديد بتخيم على كل الموجودين هون إن كان من صحافة على شو هالغير سهلة؟ شو صار؟ مضبوط الخبرين؟ ما حدا عارف شيء، الشرطة عم تعمل مسح لمكان الجريمة وعم يجمعوا الأدلة. متعرف من عارف من وراها؟ شو صار؟ ما حدا بنعرف شيء طيب ما من شو وضعه؟ قاسي كثير عليه، الله يكون بعونه. ست سوزان بدك تكوني قوية خدي حبة الدواء الله يخليكي ست سوزان لازم تاخدي حبة الدواء بعرف النهار صعب كتير بس لازم تكوني قوية خدي حبة الدواء الله يخليكي
بعدنا موجودين معكم من قصر غانم. قال غانم مزيد من الوفود عم توصل لهون، ما حدا مصدق، ما حدا مستوعب شو اللي صار. حالة حزن رهيبة، الكل طبعا حاسس فيها، وزراء، نواب، رؤساء بلديات، حتى من الأصدقاء، الكل عم يقدم واجب العزاء. كل الخلافات عم يضحوها على جنب. اليوم هو يوم حزن، يوم هو إنه اليوم الحزين للعالم ولعائلة الشباب من خبر رغيد. فتحت الفروج التي أودت الحياة في العالم أرقى باستغلال اليوم على كل الأحداث التي شهدتها البلاد من ابتداء تحقيقات المعارف والمدرسات وخصوصا في ضوء علامات تفضل ليكو قاعد بتاني سيارة. نعوض بسلامتك استاذ غمار. الله يسلمك، شكرا. توصلوا بالسلامة يا رب. شكرا. قلت لك عن نومي يا أمي، مش اللي بقيت لك عن نومي. قوم حبيبي وقوم اتحكي لي، قوم قل لي وينك يا أمي، تعي صبتي لي ثيابي. ما رح أقدر زبط لك ثيابك، ولا ما رح أقدر شم ريحتك، ولا رح عيط لي ويقول لي يا ماما تركت الأحقاق اللي بهدني وفليت. ليش؟ ليش؟ أنا بليك ماشي يا أمي. سمع؟ عم تسمعني؟ رد علي، توبني يا أمي، توبني. Tell me.
concerning lung cancer مع الكيموثيرابي والراديوثيرابي اكيد في علاج بتعرفوه هو علاج المناعه immunotherapy بس مش كل المرضى بيجاوبوا عليه كرمال هيك نحن بنعمل بايوبسي بنعمل عليها PD-L1 test بنشوف اذا PD-L1 present and increased in this case المريض رح يتجاوب على العلاج ياسر ليه مسكرين الانفيوجن سنتر دكتور بيان بدهم يبلشوا صيانه بالقصة صيانه شو هيدا في مرضى هون مين اللي اخذ هيك قرار فجاه وين راحوا المرضى ياسر نقلناهم على باقي الاوض مين امر ينقل المرضى تبعي من دون ما يعطيني خبر مين دكتور انا ما لي علاقه دكتور وليد هو اللي امر بهذا الشيء وين راحوا المرضى هلا أرد تحت إجري يا سعد رخيت مات هاي الحقيقة اللي ما بقى فينا نغيرها يا بيك بس الله يبارك باللي بقيين الحي أبقى من الميت واللي أمرت فيه عين العقل يا بيك شوي خبروني انه قطع الحدود صار واصل يا بيك انت منيح يا بيك يا بيك يا بيك يا بيك مدام اذا في 10 دقايق ماكسيموم ربع ساعه من هناك صار علينا شي طار لو ما صار شي طار علينا ما كنا حطينا كل هون 10 دقايق ربع ساعه ماكسيموم انا بنتركوا معك بدنا نصبر كلنا صبر هيك بس على صار على الغرب هيدا هو يلا روح اذا يا جماعة يا جماعة نحن بنعتذر صار معنا شيء ضروري يا جماعة اسمعوني شوي اعملوا معروف صار معنا شيء ضروري اضطرينا نسكر القسم انا شخصيا بعتذر اعطوني شوية وقت الكل رح يرجع ينام بتخته مرتاح اعملوا معروف خلونا رايقين وانا بعتذر شو مبين لوحدكم اليوم؟ وين دكتور وليد؟ اهلا اهلا دكتورة كنا ناطرين تشريفك بزيارتنا كلك ذوق بس وين دكتور وليد؟ مشغول شوي ما اجى اليوم مثل العادة بيعمل عملته وبيهرب شو خبرونا انكم مسكرين القسم؟ ايه بدنا نعمل صيانة للقسم بس انا ماني شايفة الى لزوم ابدا سنة الماضي عملنا صيانة وتكلفنا طيب اوكي فهمنا بدكم تعملوا صيانه ليه ما خبرتوني انه بدكم تنقلوا المرضى تبعولي لانه اضطرينا انه نتصرف بسرعه دكتور فوزي هدول الناس تحت مسؤوليتي ما فيكم توزعون كيف ما كان في عالم قاعده بالكوريدور في عالم قاعده على الكراسي هدول العالم لازم يكونوا مرتاحين انه عم يتعالجوا هيدا ما انه شغل هيدي بطلت مستشفى سوري صارت مزرعه انتم ما فيكم تتصرفوا بلا ما تخبروني ولا انا ماني شريكه معكم هون هيدي اشي صغيره مش حرزانه توجع راسك فيها كل مريض هون بالنسبه لي مهم وحرزان وانتم مجبورين توجعوا لي راسي بالصغير وبالكبيره لاني انا الاونكولوجيست المسؤوله قلنا لك بيان كنا مضطرين دكتور بيان نكفي حديثنا بعدين الو شو
صار معه على المزبوط؟ تفرغ؟ كان في دم؟ لا، غيب عن الوعي. بيكون سعل كتير، قشط ضغطه. نيموه على له اجري واعطوه مي وسكر، كون انا وصلت. ان شاء الله ما يكون في عجقه على الطريق. اذا في اي شيء ارجع احكيني اسعد. على كل الأحداث التي شهدتها البلاد، وقد بدأت التحقيقات لمعرفة الملابسات، وخصوصا في ظل علامات الاستفهام الكثيرة التي أحيطت بالحادث الأليم. إنه ليوم حزين للبنان ولعائلة نوال. نحن بعدنا معكم مباشرة على الهواء من قصر آل غانم بهنهار الحزين. حساسية الحادث بعد ما توضحت حسب بيان صادر عنهم. الدفن رح يصير بكرة بعد صلاة الظهر مباشرة. رح نضلنا معكم بحال ورود أي جديد. يلا زيادة، أنا عندي تليفون ضروري، رح روح أعمله وأرجع. هلا وقتك وقت تليفون. مش الحال، ما رح طول. كارين حسن معك؟ حسن وينك؟ خذ لك كم لقطة بغيابي. صورهم كلهم. إيه برجع بحكي لك. بليز جيبولي بسرعة الميديكال إيكوبمنتس. ما منقدر نقول قدام جبروت الموت غير يسلم راسك يا بيك. ناطرينك لتجي تودع خيك، وبعدين عنا حكي كتير نحكي. الحمد لله على السلامة غمار. بعدك مثل ما بعرفك يا أسعد، ومثل ما أمي الله يرحمها كانت تقول عنك، الكلب الوفي لعائلة الغانم. وكل عمري اعتبر هيدا اللقب مديح لإلي. وينه الغانم؟ تعبان شوي، الدكتورة عنده عم تفحصه. بهالوقت فيك تفوت تودع خيك قبل ما يرجع الجدة على المستشفى. بعيداً اليوم عن الخصومات في أزمة السياسة اللبنانية، وبعيداً من الكتل النيابية وأروقة وكواليس السياسة،
كل لبنان اليوم يشعر أنه فقد أحد أهم شبابه، الشاب الذي هيئ لوقت طويل ليكون في تشكيلة البلد السياسية والاقتصادية مستقبلا، ممثلا للعائلة والحزب. عائلة الغانم، العائلة التي تعرف كيف تعيد صياغة طموحاتها وتحويلها إلى واقع حقيقي. وفود، حشود شعبية وشخصيات دينية وسياسية واعتبارية تتوافد للمكان منذ الصباح. يحكى عن مراسم دفن رسمية ستجري اليوم، كما أوضحنا سابقاً، فيما الغانم غائب عن المشهد منذ أكثر من ساعتين. بعرف إن الولد كتير غالي على أهله وإنه خسارتك كبيرة وما بتتعود، وشو ما حكيت هلأ ما رح فيني خفف عنك وجعك وزعلك، بس أنت لازم تكون قوي كرمال صحتك كرمال عائلتك كرمال الناس اللي نطرتك برا. شو غريبة هالدنيا، كيف هيك سبعني على الموت؟ بعيد الشر عن قلبك، أنا عملت لك إبرة كورتيزون هيدي بتنشطك ومالتي فيتامينز بالمصل، المفروض من هلا شي ساعة تتحسن بصير فيك تقوم. شوف. تفضل يا بيك. ثالث باب على اليمين. بعرف شو ممكن واحد يحكي بهاللحظات، انه اخر لقاء بيني وبينك هو نفسه اول لقاء. انا بعرفك مثلي مثل العالم، تلفزيون، نشرات اخبار، تقارير صحفية، غانم مش بس حرمني من اني ودع الناس اللي ماتوا، حرمني منه كمان، لا وحرمني من اني اتعرف اخي، قتلني بقلبك وانا بعدني عايش مثل ما قتلك بقلبي وانت لسه ما اخذك الموت مني. غانم ما ترك لي بيني وبينك غير هالذكرى، ما ترك لي ذكرى على القليلة تخليني ازعل عليك. يا اخي يا اخي، الله يرحمك. غيمار. سهيلة. غيمار تقبر. تقبر يا اشتقت لك. مش مصدق يا امي اني رجعت شفتك. صورة طبق القصر عند امك. تقبر. بعدك مثل ما انت يا سهيلة. طب
خبرني يا حبيبي شو اشتقت لك. الحوض بسلامتك يا دكتور. الله يسلمك سهيلة. معلش بعدين بعدين غمار بيك صار لازم تشوف بيك. أنا رح أمشي اطمنت عنك. أنت خليك نايم مرتاح ليخلص الدواء. وبليز ما تدخن اليوم كرمالي. إذا حسيت بشي ولو بنص الليل حكيني. أوكي؟ سلامة قلبك. الله يسلمك. بيان نجم الدين الدكتورة الخاصة للغانم غمار بيك ابن الغانم. العوض بسلامتك. الله يسلمك. بالإذن. ايه دكتورة كيف صار البيك؟ عطيته أدوية المفروض يتحسن عليهم ويتنشط، بس بليز ما تتعبوا وخلوه مرتاح اليوم. إذا صار شيء رجع حكيني دغري. اوكي شكرا. اتركك انت وياه بالاذن. صاير رجال كتير بعدك شبه أمك. الله يرحمه. عمول معروف توصلنا على المستشفى باخد سيارتي وأنا برجع على البيت. الشباب الله يرحم كل نفسه بالسوا. الله يصبرك حبيبتي. الله يصبرك. هذا أمر الله ما فينا نعمل شيء.
ايه ماما اشتقتك ماما، كيفك حبيت تطمنيني عنك؟ انت منيحه؟ كل شيء منيح؟ ايه الحمد لله كل شيء منيح. شو بكي؟ شو بو صوتك؟ ما بني شيء، بس تعبانه، كان نهاري طويل بالشغل. نهار طويل بالشغل؟ ولا ما بدك تردي علي؟ ماما الله يخليك، عن جد ما قلي جلادي احكي، تعبانه. قولي لي شو بدك؟ اشتقت لك. اوكي. بدك مصاري؟ ماما عم بيروح كل مصرياتنا على طاولة القمار، ما بيقدر يوقف. وخيك صغير، قصدي ابني، عنده قصة الجامعة، ما عم بقدر اقول فيه. طيب فهمت عليك. بعتي لي قد بدك على الواتساب وانا بهاليومين بحول لك اياهم. اوكي؟ حبيبتي انتبهي على حالك ماما. اوكي يلا باي. النار هون يا بك، عنزلك. بكرة نهار صعب كتير، بدي اياك تبقى هون بعد الدفن. انا عايزك بهالفترة. صدق يا سهيل انه اللي جمع ما شفته، ما سمعت صوته، ما حكيت انا وياه. عقلي ما عم يستوعب. ليه صار فيي هيك انا؟ ليه؟ بخيلك يا الله.
روقي يا ست سوزان روقي، هيدا قدره، إنا لله وإنا إليه راجعون. أخ يا حرقة قلبي، أخ يا حرقة قلبي. قومي معي على اوضتك، ربي حالك شوي لحتى ننزل على الترويقه. تركيني سهيله، ماني قادره. البيك بده يرجع كل شيء مثل ما كان. هو معه حق، ما تواخذيني ستنا، بس هي اول ترويقه للعيله. عيله؟ اي عيله؟ يرجعوا لي ابني وكل شيء بيرجع مثل ما كان. يا ستنا ما بدنا نخانق ربنا، هيدا قدر والموت علينا حق. كيف بدي اقعد وقبل على امي وابني وحيدي ما نوقعت بوشي؟ الله بعين يا ستنا، الله بعين. تركيني سهيلة. انت مرة مؤمنة ستنا، والله كبير. غمار وين؟ غمار هي أول جمعة لك مع العيلة، ما حلوة إنك تتأخر. خليه ينتظر، ما حيصير عليه شيء. صار لي أمر ناطره. كل شيء بقدر افهمه، بس اني اقعد انا وسوزان على نفس الطاوله ما عم تزبط معي. عاجلا ام اجلا رح تقعد معه على نفس الطاوله. الافضل انك ما تتاخر. هل كنتني وهي تتصل علي؟ لازم نلاقي لها حل. شو ناطرين؟ غمار. صباح الخير. صباح النور. آسف تأخرت. لا